خلينا نروح للمحامي مايا جعارة برداويل، مسؤولة العلاقات والإعلام باتحاد هيئة الأهل بالمدارس الخاصة. صباح الخير ماتر. صباح النور. يعطيك العافية. عم تسمعينا أكيد. شو هيدا الاستبيان اللي وزعتوه امبارح على وسائل التواصل الاجتماعي، على يعني على الواتساب والفيسبوك تحديدا؟ ايه هيدا حقيقة سيرفي مونكي، حبينا انه نطلقه لانه فيما خص هلا القرار بالاقفال او عودة يعني القطاع التربوي للعمل، عم نشوف انه في انقسام بصفوف الاهل. نعم. في فئة بتبدي الموضوع الصحي، وفي عدد كبير كمان من الاهل بيقول انه لا، لازم يعني الحياه تمشي، لازم انه نفكر انه ما يعني ما بقى في شيء نحن كاهل نقدمه لاولادنا اكثر من انه نحصنهم بالعلم وبالكذا، بقى بفضلوا انه يصير في فتح لهالمدرسه. بقى نحن قلنا خلينا نعمل يعني احصاء نشوف فيها شو موقف الأهل. هلأ هو امبارح أطلقناه الظهر، بدنا ننطر بعد يعني احنا عم نقول 24 ساعة تنشوف هذا. امبارح عشية كنا تعدينا 2000 صوت وحطينا وقسمناهم بحسب المناطق، وكل واحد بيقول اذا هو مدرسه خاصه او مدرسه رسميه او مدرسه شبه مجانيه، تنقدر انه نكون عم نطال كل المناطق وكل المدارس وكل الفئات. طيب اليوم كم سؤال في هيدا الاستبيان؟ هلا هو في اول شيء سؤال انه اذا واحد كان مهما كانت الظروف، هل انتم مع اعاده فتح المدارس؟ نعم. اذا كان نعم في اسئله شو هي الاسباب، واذا كان لا هناك اسباب اخرى. ومن بعدها انه انت هل مع حق الخيار انه ينعطى للاهل انه اذا هن بدهم يبعثوا اولادهم او يتركوهم بحسب الحال، وبعدين اسئله بس تبين بتعلق بالولد واي عمر وهيك، لانه انا عبيته لهذا الاستبيان وعلنا كنت مع عوده الاولاد على المدارس. طيب اليوم شو ما كان الجواب، مع او ضد، كيف رح تاخذوا القرار ومن يتخذ القرار؟ مظبوط، اكيد القرار مش الا نحن، هيدي بتساعدنا تنقدر ننزل عند المسؤولين بالموضوع ونفرجيهم شو يعني وين اتجاه الاهل رايح. بس خلينا نقول انه في مبادئ اليوم كوسم مشتركه كل الاهل مقتنعين فيها، هي انه المدرسه هي المكان الاكثر انضباطا في المجتمع. واليوم نحن الدراسات بينت انه الاولاد هن اقل فئه بتتاثر بالاصابه. هلا عم نسمع من المسؤولين الصحيين، لا مبين من الجواب مدام انه انتم مع فتح المدارس، يعني مبين من الجواب انه انتم مع هذه الفئه. تفضلي، بس احنا عم نعطي حق لهوديكي بس مش اكثر، لانه مقسومين مثل ما قلتي. تفضلي. صح. لا خليني عبدو، بالاتحاد عندنا في انقسام بالراي. صح. حقيقي، وباللجنه الاهل اللي انا فيها كمان هناك انقسام، يعني اكيد لا. بس خليني يعني ما رح توصلوا لنتيجه. تفضلي. لا نحن اصلا مش مطلوب نوصل. بس خلينا نوجه الموضوع علميا، الاستبيان قديه رح نوصل نحن، العدد يعني اللي بتحسوه كافي للعينه اللي على اساسها رح تطلعوا نتائج؟ يعني عم تحكي وصلنا اليوم لل 2000. إيه إذا 4-5 آلاف صوت بفتكر بتكون عينة ممتازة، يعني نقدر نستند إلها ببلد ما في إحصاءات وما في شيء. وغطيتوا كل المناطق وكل الفئات. مناطق ايه ومبينة، يعني صارت وقتها يعني عم يجي اجوبه من كثير مناطق، اكيد بيروت جبل لبنان اكثر، بس كمان من كل المناطق صار عندنا بكره يعني بنشوفها ونعمل لها اناليز. بس خليني اقول انه اليوم القطاع المسؤولين الصحيين عم بيقولوا انه صار في عدد اسرى. نحن اكثر شيء الخوف، وحتى من الاجوبه اللي عم تجينا عم شوف اكثر شيء كان الخوف، ونحن يلي كنا عم نطلب انه بليز اقفلوا البلد، ونحن طلعت باكثر من مناسبه. صحيح. انه ما بقى عم يعني الوضع المستشفيات ما كان عندها بقى قدره استيعاب، وهيدا كان يلي اكثر شيء عم بخوفنا من موضوع يفوتوا على المدرسه. بقى اليوم عم نسمع انه لا، صار في عدد اسرى اكثر والوضع على احسن. انا بقول يجب انه نستفيد من هيدي الفرصه اليوم تنقدر نفوتهم اقله قبل ما تبلش الموجه الثانيه. يعني نحن اليوم بعد ما وصلنا للموجه الثانيه، بينما اوروبا هن في خضم هذه الموجه، هن يعني لحقوا شوي حضوريا، لكن
استلحقنا وزبطنا الوضع، بس بده يكون في مسؤولية هون على الأهل، يكون في توعية للأولاد للالتزام بالإجراءات، يعني هي الالتزام والمدارس تكون جاهزة. مظبوط. بالنسبة لتوعية الأولاد، خليني أقول أنه الأولاد هن أكثر فئة سهل أنك تعلميها. يعني اليوم الأولاد إذا بدك تعلميهم يتقيدوا بالإرشادات، هن مثل سفنجة يلي بتعوديهم صح. عليه بيمشوا فيه. يعني نحن اليوم قدام فرصة، نحن شعب منه منضبط، ما في انضباط مجتمعي ولا انضباط ولا وعي اجتماعي ولا خلينا نستفيد من هيدي الفرصة، بركي منخلق جيل أفضل من جيلنا ومن الأجيال يلي سبقتنا. اليوم أكثر محل المدرسة هي البيئة الحاضنة والمناسبة لنقدر أنه نخلق هيدا الوعي يلي مطلوب ويلي نحن بنفتقد له. مش لازم كمان يكون هيدا الاستبيان غير قصة رأي الأهل، نشوف عدد المدارس اللي مجهزة حالة لاستقبال الأولاد بطريقة سليمة. 100% نتالي، هيدا اللي كان بدي أحكي فيه. ممتاز. يعني بنحكي بهيدا قبل ما نعمل الاستبيان، كان مفروض مشيك مدام بارالل نعمل توازن. يعني ما كلهم عم نحكي فيهم يعني، بس خليني اقول لك بموضوع المدارس وهي تجهيزها، نحن عم نحكي عن قطاع كبير فيه مليون تلميذ، واكيد انه مش كل المدارس مجهزه مثل بعضها. عم نسمع دجا انه في كثير مدارس اغلبيتها مدارس رسميه، وعدد كمان لا باس به من المدارس الخاصه ما عندها، يعني حتى عم ينحكى بالصابون والهيدا يلي مش مؤمن. يعني امر مخيف تجي تفتح قطاع مليون شخص بمدارس مش مؤمنة. مشان هيك أنا بقول إنه لازم يكون في بالوزارة مرونة بالتعاطي بهيدا الموضوع. اليوم قيمة عدد من لجان الأهل بمدارس هن قادرين وعلى ثقة وعلى يعني صح. هناك تواصل فعال بين المدرسة واللجنة الأهل والوزارة، يعني ما نكون رفضية بشكل ما فيه. في مدارس لازم الأهل يرفضوا، في مدارس لا لازم يكون تعاون، بس هون بيكون الجواب متر مية، بس هون بيكون الجواب يعلموا اولادهم. ما فينا نجي نحطهم كلهم بهيك بلوك واحد ونجي نقول لهم نحن اذا الدوله مقصره بمكان ما فيها تعاقبنا كده. بس هون متر مي، خليني بس عقب شغله، انه هون بصير في تفاوت. يعني اللي قادر يحط اولاده بمدارس مجهزه بيتعلموا، واللي مش قادر بصير في تقصير. ما كمان هون لازم يطلع الصوت بطريقه يكون في عدل وين ما كان. 100% نتالي، حق التعليم هو حق، هذا دروا فوندامونتال، حق لكل تلميذ بكل لبنان انه ياخده. بس انا عم بحكي غير نقطه، اليوم في تلاميذ عندها باك فرنسي وباك دولي وباك الكذا، هدول اوروبا كلها كل بلدان العالم فاتحه ان بريزنسيال كاملا، نحن بالمدمج ما عم نقدر نفتح. هدول الاولاد اللي بدهم يروحوا يقدموا الباك رح يكونوا يعني متضررين بشكل كبير. اليوم ما حدا كمان عم بيفكر فيهم، المصريات محجوزه بالبنوك، ما رح يقدروا يسافروا اولادهم يمكن تيعلموهم برا. يعني في عقبات كثير كبيره كمان بدنا نجي نقول لهم انتم ما عندكم حق تتعلموا، انتم ما عندكم حق تدرسوا. اكيد لعبت إلي في جزء من الحقيقه، بس يا ريت بهذا الاستبيان سالته اذا الادارات المدارس رح تخفف من اقساطها المدرسيه كمان، شو رايهم بهذا الموضوع وتعملوا ضغط على الوزاره والمعنيين بهذا الموضوع؟ أنا بدي أطمنك إنه لليوم التصويت لحد امبارح عشية كان لأغلبية هن ضد فتح المدارس. أنا مش مع أو ضد، أنا عم بحكي الجانبين. أنا الحمد لله لا عندي أولاد ولا عتلين همهم، بس أنا عم بقول بهذا الموضوع نحكي شوي عن الأقساط المدرسية كمان اللي كسرت ظهر الأهل. يعني يا ريت كمان بنعمل استبيان بهذا الموضوع وبنشوف الدولة شو ردها بهذا الموضوع والأهل شو ردهم. بعدين حضرتك عم تطلبي إنه يروحوا قبل عيد الميلاد، يعني بيطلع لهم 7 أيام فعليا بالمدرسة، هل تكفي 7 أيام قبل عيد الميلاد يروحوا على المدرسة قبل ما ندخل فرصة عيد الميلاد؟ هو ماتش فوتبول وقفوا النهار، ماتش باسكت وقفوا النهار، بكره على العيد قديش رح ياخذوا؟ مظبوط. بس موضوع القصة اكيد بكره يمكن نعمل، بس هيدا يعني سلفا بقدر اقول لك النتيجه معروفه، راي الاهل بموضوع الاقساط ما ضروري، يعني هيدا ما بدها احصى، بفتكر كلنا متوافقين على هيدا النقطه. ما فهمت نحن هلا قدام قطاع تربيه بده يرجع يفتح، يعني لقينا انه مناسب ناخذ راي الاهل لانه عم اقول لك في تفاوت والاهل منهم على فرد موجه، وكل واحد عنده يعني نقاط ببديها، شيء الصحي شيء الموضوع الاجتماعي الاقتصادي. بالنهاية لازم يكون يعني النتيجة توافق بالميلتين والسلامة العامة تكون محمية، وبنفس الوقت يكونوا عم ياخذوا العلم المطلوب. يعني ما بدنا
يكون المستوى العلمي متدني ولا سمح الله. وصلت الفكرة ماتر مياج عارة مسؤولة الإعلام باتحاد هيئات لجان الأهل، شكرا لك، يومك مبارك.